الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 30 بعد 100 تحت عنوان نظريات السكان الجزء 3 Population Theories Part 3، وهو مخصص للنظرية المالثوسية الجديدة المستجدة نيو مالثوسيان ثيوري، راجيا أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية. وعلى بركة الله نبدأ. النظرية المالثوسية الجديدة المستجدة نيو مالثوسيان ثيوري، في المقطع السابق قدمت في إطار نظريات السكان النظرية أو الفلسفة المالثوسية باعتبارها إحدى النظريات الأساسية في علم السكان ديموغرافي، وأن الفكرة الأساسية التي اعتمد عليها مالثوس هي أن عدد سكان الأرض يتزايد باستمرار خضوعا لمتوالية هندسية غير خطية أو إسية، في حين أن إنتاج الغذاء والموارد بشكل عام يتزايد الإنتاج منها خضوعا لمتوالية عددية خطية، ما يعني بأن الفجوة بينهما بين الموارد الآن وعدد السكان تتسع باستمرار واضطراد. دعنا ندقق في هذا الآن الشكل البياني. على المحور الأفقي طبعا الزمن time، على المحور العمودي الموارد resources بما فيها المواد الغذائية، عدد السكان حسب هذا الآن المنحنى المتصاعد وباتجاه الأعلى على السكان، في حين أن الموارد حسب هذا المنحنى الأسود، هذا المنحنى الأحمر السميك المتقطع هو عدد السكان، في حين أن المنحنى السميك الأسود هو الموارد resources، وبالتالي بتقاطع عند هذه النقطة. بعد هذه النقطة الآن هناك في فجوة تتسع بين عدد السكان والموارد المتاحة لهم، فالفجوة تتزايد باستمرار، وقد يعني تنبأ أو كان هاجس مالثوس في تلك الأيام بأنه بعد هذه النقطة سوف تزداد مخاطر الحروب والمجاعات والأمراض إذا بقيت الأمور كما هي، wars and famines and maybe disease كما هو يعني مبين هنا. نكمل الآن، نستعرض في هذا المقطع بإذن الله تعالى بشيء من التفاصيل المفاهيم الأساسية التي ترتكز عليها النظرية المالثوسية الجديدة المستجدة. السؤال المهم الذي لابد من طرحه هو كيف تتكيف وجهة النظر المالثوسية التقليدية إلى تبدل الأوضاع وظهور مفاهيم جديدة، وبخاصة حول الإنتاج من الغذاء وتوافر الموارد والقضايا البيئية. How can the Malthusian theory be adapted to the current situation؟ بناء على ذلك لابد من أن نخوض ببعض التفاصيل المتعلقة بالملكية المشتركة common property، باعتبارها أحد المفاهيم والممارسات التي نشأت خلال العقود القليلة التي تلت الحرب العالمية الثانية، وبخاصة في حقل التمويلات العامة public finances، أو متسمى أو ما تسمى خطأ في الكتب العربية المالية العامة، وتتعلق برؤية مالثوس حول قصور الموارد عن إشباع حاجات البشر. سنتطرق أيضا إلى وجهة نظر المالثوسي الجديد حول مفهوم التكاثر السكاني بإذن الله. نكمل الآن، تعرف قدرة الحمل التحمل القدرة على التزويد، يعني ما تستطيع هالآلة هذه أن تتحمل من عطاء، كمثلا الكرة الأرضية أو مسطحات الكرة الأرضية المائية واليابسة، كم تستطيع أن تدعم وجود البشر عليها، تدعمهم من حيث حاجتهم إلى الموارد الموجودة في باطن الأرض، غاز ونفط ومعادن وما شابه، تدعمهم من حيث النباتات التي تنبت على سطح الأرض، المواد الغذائية التي تستخرج أصلا ويعني من نباتات الحيوانات الداجنة وهكذا. فهنا تعرف قدرة الحمل التحمل أو القدرة على التزويد carrying capacity بأنها قدرة الأرض باعتبارها موردا اقتصاديا طبيعيا متعدد الوظائف والاستعمالات والمنافع، عن الأرض نتكلم، قدرتها على دعم وجود البشر على ظهرها واستغلال مواردها المتعددة مثل المياه العذبة والنباتات والأشجار وثمار النبات والمواد الغذائية التي لا يمكن توافرها من غير مورد الأرض، والثروة الحيوانية والنفط والغاز والمعادن وما شابه وشاكل كل ذلك. ولننظر إلى بعض شواهد الخراب الذي سببه البشر، خراب بيئي عظيم، انحطاط قدرة الأرض على الدعم، الاستهلاك التفاخري والتبذير والإسراف في استخدام الموارد.
فلننظر إلى هذه الصور الآن. هذه الآن الصورة، غابة غناء جميلة خضراء تزود الناس بكثير من الأشياء، منها على الأقل الأكسجين النقي. انظروا كيف أصبحت بعد عمليات التقطيع الجائر. الآن هنا عندي منظر جميل، مقطوعة بحرية زائد جزيرة خضراء جدا، شركات النفط استولت عليها أو أنها اشترتها أو استأجرتها بشكل أو بآخر، فوضعت عليها الآن ما يسمى بالأويل ريج، اللي هن هذه محطات استخراج النفط من تحت الماء. بعد مدة من الزمن 20 أو 30 سنة تحولت الأرض إلى هذا الشكل اللي هو عبارة عن فحم ورماد وخراب. ننظر هنا الآن، هذه نوع من الانيميشن أو التصور الذاتي اللي هو عندي الآن مصانع، عفوا هم بيوت منزلية، هنا مصانع، هنا وسائل نقل، وهنا محطات توليد طاقة. فهنا طبعا بخرج عندي كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والأبخرة السامة من المنازل اللي هي من الأشياء اللي بيسووها مواد تنظيفية أو أن بيطبخوا على سبيل المثال أو بينظفوا. المصانع طبعا تنفث ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون. هنا عندي عوادم السيارات بيخرج منها دخان السيارات، وهي محطات توليد الطاقة بيخرج منها النفط المحترق أو المواد التي تحترق من أجل توليد الطاقة، فتذهب إلى طبقات الجو العليا تتأكسد الآن مع المية، تطلع عندي تحولات كيماوية، تصير عندي H2SO4 اللي هو حامض الكبريتيك. الآن يتكاثف هذا وتحت يعني تأثير عوامل الطقس، رطوبة وضغط وبرودة، يصبح مطر. هذا المطر يهبط إلى الأرض أو ينزل إلى الأرض، يخطل المطر، لكنه يكون مطر حمضي يؤدي إلى خراب البيئة وقتل كثير من الكائنات البحرية والنهرية والكائنات على اليابسة. هذا الآن هو يعني الفكرة الأساسية التي تتبناها النظرية الماثوسية الجديدة، بأن فعل الإنسان يؤدي إلى الخراب، وبالتالي هذا الخراب المستمر يؤدي إلى تناقص مستمر في قدرة الأرض على دعم العدد الكبير من البشر اللي عليها. ننتقل إلى فكرة جديدة في إطار حديثنا عن الخراب البيئي وما شابه، ما يسمى بحدود النمو اللي هي The Limits to Growth. عفوا، كان كتاب حدود النمو The Limits to Growth الذي كتبه ثلاثة علماء مرموقين في مجال الموارد قد أثار جدلا واسع النطاق حول إمكانية بقاء أنماط ومعدلات استهلاك الموارد الطبيعية على شكلها الذي ساد وقت كتابة الكتاب في العام 1971. الآن نحن في 2019، لاحظوا كم سنة، نتحدث تقريبا يعني هنا 29 سنة زائد 19، نتحدث عن 48 عام مضت على كتابة هذا الكتاب، لكن ما زالت الأرض الآن تعاني من فعل الإنسان. وصوله بعد سنة، وفيه نبه العلماء الثلاثة وما زالوا ينبهون، أو يعني أقرانهم أو زملائهم أو من تبعهم التابعين لهم ما زالوا ينبهون لوجود حدود على النمو الاقتصادي لا يمكن تجاوزها، وبخاصة إذا بقيت كميات الإنتاج والاستهلاك ومعدلات نضوب الموارد كما كانت عليه في تلك الفترة. الآن بعد مرور أكثر من 42 سنة على صدوره، لم تتعظ كثير من دول العالم مما جرى، خاصة تلك في خلال تلك الفترة، القطع الجائر للغابات، انجراف التربة وفقدانها، التلوث، الجفاف، الفيضانات والجوع والحرمان. فنحن الآن نعيش على حافة حقبة تنذر بآثار وخيمة على حياة البشر دون استثناء، لأنها حقبة القيود الإيكولوجية (Ecological Constraints). ومعدلات نضوب الموارد تتسارع أكثر من ذي قبل بأضعاف كثيرة، وكل ذلك بسبب كميات الإنتاج والاستهلاك المتصاعدة دون روادع أو إجراءات يتخذها البشر أنفسهم. والأخطر من ذلك أن مصطلح حدود النمو قد اختفى من قاموس الاستخدام الدوري للساسة والاقتصاديين المهتمين بالموارد والبيئة والإيكولوجيا، وتم إدخال مصطلح الاستدامة (Sustainability) بدلا منه، وهو مصطلح يحمل معاني مطاطة متعددة توقع الإرباك في ذهن المحلل الجاد. في بحثه الجاد واللافت عن الإجهاد الذي تتعرض له البيئة والإيكولوجيا، قام العالم عالم الاقتصاد والبيئة والموارد ماتيس وكرنيجل
بمقارنة الطلب على رأس المال الطبيعي. الآن ما هو رأس المال الطبيعي؟ هو عبارة عن الأصول الطبيعية كالنباتات، الغابات على المثال، الأنهار، البحيرات، المسطحات المائية، وما في جوف الأرض الآن من معادن وغاز ونفط وما شابه، كل هذا رأس مال طبيعي. الآن مقارنة الطلب على هذا رأس المال الطبيعي مع قدرة الطبيعة نفسها على تزويد البشر بما يطلبونه من رأس المال هذا. أي قياس طلب البشر من الطبيعة مقابل عرض الطبيعة من سلع وخدمات. وقد استخدم مساحات المسطحات المائية واليابسة القادر على إنتاج ما يستهلكه البشر من سلع وخدمات الطبيعة تحت الشروط التكنولوجية ومستوى الاستهلاك السائد الآن. وطرح سؤالا هاما، ما هي المساحات أو مساحات المسطحات التي نحتاج إليها خلال سنة كي نسد استهلاك الناس القاطنين على هذه المسطحات لمدة سنة واحدة فقط لا غير؟ سؤال مهم جدا، كم متر مربع أو كم دنم أو كم كيلو متر مربع من الأرض نحن بحاجة حتى نسد يعني حاجة البشر من رأس المال الطبيعي هذا. نتائج الدراسة لوكرنيجل كانت كما يلي. وجد وكرنيجل بأن متوسط مساحة اليابسة والماء التي يحتاجها المواطن الأمريكي الواحد مثلا لسد، بس متحدث عن شخص واحد، لسد استهلاكه خلال سنة واحدة تقدر بتسعة ونص هكتار عالمي جلوبال لهكتار، أي ما يكافئ 95,000 متر مربع من المسطحات المائية واليابسة حتى نسد استهلاكه لسنة واحدة. استهلاك شخص واحد فقط لسنة واحدة يحتاج إلى 95,000 متر مربع من الأرض والمسطحات المختلفة، في حين قدر متوسط المساحة على المستوى العالمي ب 2.2 هكتار عالمي أو ما يكافئ 22,000 متر مربع. لاحظوا الآن الفرق، أكثر من يعني تقريبا 73,000 متر مربع إضافي الآن أمريكي بحاجة إلها حتى يسد نمط الاستهلاكي من الأكل والشرب والمتاع والاستهلاك التفاخري. أما على المستوى العالمي فالشخص على المستوى العالمي فقط يحتاج إلى 22,000 متر مربع، ما يعني بأن هناك إسراف كبير جدا من قبل المواطن الأمريكي إذا قارنا مع المواطن العالمي. يعلق وكرنيجل قائلا، لو أن كل شخص في العالم يستهلك كمية مساوية لاستهلاك الفرد السويدي مثلا لاحتاجت البشرية 4 أضعاف الكرة الأرضية حتى تلبي رغبات أفرادها. الله أكبر. ويقدم في البحث بعض التفاصيل عن دول أخرى ويحسب الفائض أو العجز في المساحات المطلوبة فيها كما يلي. المرجع نفسه اللي ذكرته هلا عند الآن هنا الدولة والمؤشر، طبعا السكان بالمليون، المساحة بالهكتار، قدرة المساحة المتوفرة على تزويد المطلوب، العجز أو الفائض. نأخذ العالم على مستوى العالم، أنه الآن المساحة السكان أعتقد أنه سنة 2013 قام بهذه الدراسة، كان على السكان العالم يزيد عن 6 مليارات إنسان بتقريبا 150 مليون، 6 مليارات و148 مليون و100 ألف. المساحة متوسط المساحة المطلوبة للفرد العالمي واحد من 6 مليارات هؤلاء بحاجة إلى 2.2 هكتار، بمعنى آخر 22,000 متر مربع. لكن قدرة المساحة المتوفرة، قدرة على مستوى الكرة الأرضية كلها لا تتجاوز 18,000 متر مربع أو 1.8، وبالتالي عندي عجز على المستوى العالمي مقداره 400 متر مربع أو صفر يعني عفوا سالب 0.4 من الهكتار أو 400 متر مربع عندي عجز على المستوى العالمي. الآن طلعوا الأرجنتين. أرجنتين على السكان في تلك اللحظة كان 37.5 مليون، المساحة المطلوبة لكل فرد 2 هكتار و6 بالعشرة أو 26,000 متر مربع. لكن قدرة الأرض هناك في الأرجنتين تقدر يعني تعطينا 6.7، معنى آخر في عندي فائض. أنا الآن عندي 6.7 هكتار لكل فرد، ما يعني في عندي فائض في الأرجنتين مقداره 4.2 هكتار أو 42,000 متر مربع للشخص الأرجنتيني. أستراليا المقارنة تقريبا 20 مليون إنسان في وقت القيام بهذه الدراسة، المساحة بالهكتار للشخص الواحد 7.7 77,000 متر مربع، لكن متوافر هناك
19 هكتار و200 متر، يعني 192 ألف تقريبا، عفوا مضبوط ضربنا يعني ب1000 طبعا، فبطلع عفوا 19200، وفي عندي فائض 11500 متر مربع. البرازيل المقارنة 174 مليون، المطلوب 2.2 بالعشرة، لكن في عندي الكمية المتوفرة 10.2 بالعشرة من الهكتار، ففي عندي فائض تقريبا 8. وهكذا كندا عندي فائض، الصين عندي نقص لأنه 1.2 مليار أو تقريبا 300 مليون المطلوب لكل شخص. لاحظوا هنا الشخص الصيني بحاجة لفقط 1500 مربع، يعني أقل من المستوى العالمي، لكن المتوافر اللي هو 800 متر مربع، وبالتالي في عندي عجز تقريبا يساوي 800 متر مربع، والمفروض هو 700، لكن يعني قربناها. مصر عدد السكان كان تقريبا 70 مليون، المطلوب لكل فرد مثل مثل الصيني 1500 متر مربع، لكن المتوافر فقط 500، وبالتالي في عندي عجز 1000 متر مربع. فرنسا تقريبا 60 مليون، المطلوب تقريبا 6000 متر، المتوافر 3100، ففي عندي عجز الآن 2800 متر للفرد الواحد. فهذه بتعطينا مؤشر عن الآن البذخ مقابل الفقر، أو الـ يعني الإسراف في الموارد عند كثير من الدول. على سبيل المثال عندي فرنسا هناك يعني فائض كبير، طبعا إذا قرناها بالولايات المتحدة ودول ثانية بنلاقي أنه إسراف كبير، وبالتالي في عندي عجز على مستوى الكرة الأرضية هنا 400 متر للفرد الواحد. حتى نفهم هاي قضية الموارد والسكان لابد من أن ننظر إلى ما يسمى بأشكال الأنظمة الطبيعية. أشكال أنظمة الطبيعة والكون، هناك ثلاث أشكال حددها العلماء: النظام المفتوح open system، والنظام المغلق closed system، والنظام المعزول isolated system. يعرف النظام المفتوح بأنه النظام الذي يسمح بانتقال الموارد يعني والطاقة مع البيئة المحيطة به. يعني الآن هذا النظام يأخذ طاقة ويعطي طاقة، ويأخذ موارد ويعطي موارد، هذا النظام المفتوح. ويعرف النظام المغلق بأنه النظام الذي يسمح بانتقال الطاقة فقط منه وإليه، لكن المواد تدور فيه ولا تتدفق إليه. أما النظام المعزول فهو النظام الذي لا يسمح بانتقال الطاقة والمواد منه وإليه. الآن تعتبر الأرض في هذا السياق نظاما مغلقا، والمغلق يسمح بانتقال الطاقة فقط منه، لكن ما في عندي موارد تدخله، يعني فيش عندي نحاس يمكن أني أستخرج أكثر مما هو متاح، فيش عندي نفط، فيش عندي غاز، فيش عندي أكثر مما هو متوفر من مخزون من هذه الموارد. فالأرض في هذا السياق نظاما مغلقا يسمح بدخول الطاقة وخروجها، لكنه لا يسمح بدخول المواد إليه، إذ أن المواد تنتقل من مكان آخر، يعني من الخزان إلى آخر داخل نظامها المغلق، ويتم ذلك بواسطة عوامل طبيعية كالحت والتعرية والزلازل والبراكين والعواصف والرياح، أو بفعل إنساني مقصود كالتجارة المحلية والإقليمية والدولية. أما الاقتصاد لاحظوه الآن فهو نظام مفتوح، هذا النظام المفتوح يأكل الأخضر واليابس، يعني تدخل له موارد وتخرج منه موارد، تدخل له طاقة وتخرج منه طاقة، لكن سبحان الله يؤدي الأخضر، يسمح بدخول وخروج الطاقة والمواد إلا إذا كان تفسير الآية القرآنية. طبعا هنا حالة استثنائية، لا نريد أن نرجم بالغيب والتفسير. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس، حسب ما يقول بعض المفسرين بأن الحديد ينزل من أجواء الفضاء إلى الأرض، والله أعلم. طبعا والله أعلم. أشكال أنظمة ثاني مرة، أشكال أنظمة الطبيعة والكون، في عندي هون ثلاثة أنظمة: الاقتصاد نظام مفتوح تدخل إليه المواد والطاقة وتخرج منه، نظام مفتوح يسمح بدخول الطاقة والموارد، والنظام الأرض الآن نظام مغلق يسمح بدخول الطاقة بس أشعة شمسية، ولا يسمح بدخول الموارد، لكن الطاقة اللي هي مثل الغاز والفحم والنفط غير متجددة في كثير من الأحيان. وعندي النظام المعزول اللي هو الكون، طبعا نظام معزول لا يسمح بدخول المواد أو الطاقة. قدرة الدعم الآن كفكرة مهمة جدا، لأي نظام مغلق قدرة محدودة على تزويد المطلوب منهم المخرجات. أي نظام مغلق مثل الآن الأرض
ذكرنا أنه نظامها مغلق لكن الاقتصاد نظام مفتوح، فالذي يخرب النظام المغلق هو النظام المفتوح. فهذا النظام المغلق قدرة محدودة على تزويد المطلوب منه من مخرجات أو كمية إنتاج برودكت ينبغي توفيرها. الأرض نظام مغلق والنظام الاقتصادي نظام مفتوح، وتتجلى العلاقة بين النظامين في حاجة النظام المفتوح الذي لا يشبع، اللي هو طبعا هو النظام الاقتصادي، ها لا يشبع إلا إذا وضعت عليه قيود معينة، إلى النظام حاشة النظام المغلق الذي يحتوي موارد محدودة تنضب بشكل تدريجي، والأرض قدرة تزويدية أو قدرة دعم محدودة لسكانها، ومهما كانت مواردها وفيرة إلا أن قدرتها تبقى محدودة. لاحظوا لي هاي الآن الرسم البياني، التوضيح البياني. الآن عندي هون الزمن على النحو الأفقي أو عدد السكان يزداد بالطراد أو نتقدم بالزمن، هون استهلاك. لاحظوا لي الآن قدرة الأرض اللي هو الخط الأخضر المتقطع، هاي الآن الأخضر المتقطع، لكن عفوا هاي الآن الاستهلاك لنفترض، ها قدرة الأرض تنخفض تنخفض تنخفض، وبالتالي في عندي هون انخفاض قدرة تزويد كاباسيتي كارين كاباسيتي عمالة تنخفض، ففي عندي فجوة. لاحظوا هاي إذا افترضنا على أنه الاستهلاك هو خط متقطع، أو أن يمكن لنا أن ننظر بأن الخط المتقطع هذا خط ثابت لقدرة الأرض، لكن مع الأيام أخذ الآن بالانخفاض، هذه القدرة أخذت بالانخفاض والانحسار، مع بأن هناك فجوة بين ما يتطلبه البشر من استهلاك وإنتاج وخراب بيئوي وقدرة الأرض على تزويده بما يحتاجه، أو أنها تصبح ذاتها بنفسها. القنبلة السكانية، القنبلة السكانية population bomb، يشير هذا المصطلح الذي صاغه عالم الاقتصاد والتنمية والسكان الأمريكي بول إهريليتش في بداية عقد الستينيات من القرن الماضي إلى الطبيعة المدمرة لكثرة السكان. إذا نظرنا إلى احتياجاتهم، السكان كسكان مش مشكلة، ليسوا مشكلة، لكن احتياجات السكان وإسرافهم وتبذيرهم في الموارد هي الكارثة، تكمن في هذه في تصرفاتهم. كانت دول العالم الثالث في منتصف طريقها عندما صاغ هذا، يعني بول إهريليتش عندما صاغ مصطلح القنبلة السكانية population bomb، كان العالم الثالث العالم الفقير اللي منه معظم الدول العربية أو كل الدول العربية، الصين كانت منه، أواسط آسيا كانت منه، كل أفريقيا كل أمريكا الجنوبية، كان في منتصف الطريق لتحقيق ما ادعته نظرية التحول أو انتقال السكاني. تذكروا في أول مقطع عن السكان اللي هي Demographic Transition Theory أو نظرية التحول انتقال السكاني، أي تخفيض نسبة النمو سكان، كان كل الدول تحاول أن تخفض نسبة النمو وضبط الحجم كي يكون قابل للإدارة والتوجيه نحو تقليل الاستهلاك غير الضروري وتقليل تبديد الموارد والانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث وتقليل حجم الأسرة. دافع إهريليتش ورفاقه عن مبادئ مالثوس، لكنهم أضافوا إليها المخاطر البيئية، فنشأت جراء ذلك النظرية المالثوسية الجديدة، وأصر العلماء المقتنعين بذلك على وقف نمو السكان كي يكون ثابتا من أجل التوافق مع حجم الموارد التي تهتلك أو تهلك أو تذهب إلى غير رجعة مع الزمن من كثرة الاستخراج والاستعمال الجائر لها. ندخل الآن بموضوع متعلق بكلام القنبلة السكانية وتصرفات الناس، عنوانه مأساة الملكية المشتركة Tragedy of the Common، وهو من أخطر الموضوعات التي تطرح في مجال النظرية المالثوسية والتمويلات العامة واقتصاديات الموارد والبيئة. نبه أرسطو قبل ما يزيد عن 2000 عام قائلا: كلما زاد عدد المالكين للشيء هبط احترامهم للملكية المشتركة، والناس بطبيعتهم طبعا أكثر حرصا على مقتنياتهم الشخصية من مقتنيات الغير، سبحان الله، وهم حريصون على الملكية العامة إذا تأثرت فقط مصالحهم. جملة رائعة جدا جدا لابد من أن نتذكرها. وقد صاغ عالم الاقتصاد الأمريكي غاريت هاردن مصطلح مأساة الموارد المشتركة Tragedy of the Common، وكان من جملة ما قاله في سياق رأي أرسطو: يجبر مستغلو الموارد المشتركة على الاستغلال الجائر لها، لأنهم طلعوا الملكية مشتركة، يعني أنا وجاري والجيران عندنا حديقة معينة، فكل واحد حديقة نملكها نحن كجماعة أو في مجتمع ما في بلدة ما في بلدية ما،
عندما تكون الآن حديقة عامة كل واحد يستغلها بطريقته الخاصة، وبالتالي احترامهم للبيئة، للأشجار، للمياه اللي فيها، لنظافتها يقل حسب رأي أرسطو. فهون يجبر مستغلو الموارد المشتركة على الاستغلال الجائر لها، لأنهم بعكس ذلك لا يحصلون على شيء، كل من وجهة نظره طبعا. وهنا تكمن الأنانية والجور والظلم الذي يمارسه الفرد. تمثل البحار مثلا، حتى نقول عن الملكية المشتركة، ليس فقط في بلد أو بلدة أو دولة معينة، تحدها على المستوى العالمي. تمثل البحار والمحيطات العالمية المفتوحة والبراري أوضح مثال على السلعة العامة الصافية، لأنها مملوكة من كل العالم، وفيها تتجلى مشاكل عدم الاستبعاد والمزاحمة، وسأشرح إن شاء الله في مقطع آخر. لكن هنا المقصود فيها باختصار، لا تستطيع أي دولة أن تمنع دولة أخرى أو أشخاص آخرين أن يذهبوا إلى البحار المفتوحة والمحيطات المفتوحة اللي هي مملوكة دوليا من أن يصيدوا أو يلوثوا على مزاجهم. نتيجة لعدم القدرة، يعني عدم الاستبعاد والمزاحمة، ونتيجة لذلك تتعرض الكتلة الحيوية. وشو الكتلة الحيوية؟ يعني الكتلة الحيوية الآن في البحار هي الأسماك وكل الأحياء البحرية، أما على اليابسة فهي النباتات والحيوانات والأشجار وكل شيء فيها. تتعرض إلى ما يقترب من كارثة حقيقية تلوح بالأفق إذا لم يتداركها البشر. ففي حالة الملكية المشتركة لا يوجد سوق، ليس هناك سوق تسعر فيه الأشياء، وبالتالي في عندي ما يسمى ماركت فيل أو فشل السوق، ما يعني بالتالي أنه هناك خراب، وليس هناك إرشادات معينة تتعلق بالصالح العام، وتكون النتيجة النهائية صيد جائر وتبديل موارد وانهيار كلابس في المنظومة الإيكولوجية، سواء البحار أو الغابات أو ما شابه. نكمل الآن. تندرج ترتيبات إدارة الموارد المشتركة تحت ما يمكن تسميته القوة المؤسسية institutional power للمجتمع، أي المقصود فيها حكم القانون والأعراف الاجتماعية الحميدة، وقدرتها على وضع الضوابط والتشريعات اللازمة لحماية الموارد من الاستغلال الجائر والضياع. وليس لكل ذلك أي علاقة بطبيعة الموارد التي أو المورد الذي نتحدث عنه أو الموارد التي نتحدث عنها. اللافت أن دراسات وبيانات منظمة الأغذية والزراعة الدولية والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد اشتركت في بيان السمات البارزة والمشتركة لموارد الكتلة الحيوية التي ذكرتها، سواء الأحياء البحرية أو الأحياء البرية حول العالم. وكان الجامع المشترك الأعظم في هذه السمات ما يأتي انخفاض صافي العائد من الكتلة الحيوية البحرية. يعني الآن صافي العائد من الصيد البحري واستغلال البحار ينخفض باستمرار. هناك رقم 2، ركود stagnation في حجم المحصول. 3، زيادة حجم الأسطول العامل على استغلال الكتلة الحيوية البحرية مع بقاء معدل المحصول كما كان منذ مدة ليست قصيرة. وهذه النقطة كافية لدق ناقوس الخطر حول توافر أو وجود المورد تحت الدراسة. يعني ممكن أنه ينقرض أو تموت كثير من الأحياء البحرية لأنه هناك استغلال جائر لها. تبعات ومشاكل الملكية العالمية المشتركة Global Property. أولا، يعني كما اكتشف علماء الاقتصاد والموارد البيئة، ارتفاع كمية المحصول المبدد، هنا المرمي، يعني في عندي كثير الآن من الأساطيل البحرية تذهب إلى البحار وتصطاد كميات بعشرات الآلاف من الأطنان من الأحياء البحرية، بعدين برموها، ما لا 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 يعود لها بحاجة، سبحان الله. فهذا المحصول المبدد ترتفع كميته باضطراد، ما يعني أنه هذه الموارد تعرض إلى خطر الانقراض. 2، تدني نوعية المحصول من حيث الحجم، أي حجم الكائن البحري الذي تم صيده مثلا، فكان بالكيلوغرامات بالعشرات الآن يقل وزنه، ما يعني أنه يتعرض إلى اهتلاك أو هلاك كبير. هنا عدم تقدم التطور التقني بالسرعة المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بالمجتمعات الفقيرة والصيادين الصغار. المجتمعات الفقيرة تعاني وبالتالي تدفع ثمن باهظ. بعدين 4، الركود الاقتصادي والاجتماعي المصاحب لقلة الإنتاج وتذبذب أسعاره. وهنا نشير إلى الفقر والجوع والمرض وإمكانية حدوث قلاقل اجتماعية، لأنه في ركود اقتصادي مصاحب لقلة الإنتاج وتذبذب أسعاره. وأخيرا، تفاقم كل هذه المشاكل والتحديات بسبب شكل ونوعية إدارة الموارد البحرية. نكمل. مثال على الملكية المشتركة وتبعات العقلانية الاقتصادية. ويقصد بالعقلانية الاقتصادية هنا ما تعرفه النظرية الاقتصادية الجزئية،
ومفاده بأن للعميل الاقتصادي سواء كان المستهلك أو المنتج أو الحكومة له أهداف يسعى من أجل تحقيقها أو عفوا تحقيقها أثر هذا الخطأ الطباعي. فالمستهلك يسعى إلى تعظيم المنفعة المستمدة من استهلاكه للسلع، والمنتج يسعى إلى تعظيم أرباحه من الإنتاج، والحكومة تسعى من أجل تعظيم قوتها وأثرها في اقتصاد المجتمع. الآن لنفترض وجود 4 مصانع، المصنع الأول يعني رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، وأن كل مصنع يحتاج إلى رمي نفاياته الصلبة. لاحظوا ملكية مشتركة في مجرى نهر داخل الدولة، اعتبرنا بأن النهر ملكية مشتركة، الدولة سين التي نتحدث عنها. لنتخيل بأن الجدول الآتي الذي سأذكره بعد قليل يحتوي البيانات التي نحتاجها، والآن في معلومة أخرى اللي هي كمية النفايات التي يستطيع النهر أن يستوعبها. هناك في قدرة على أنه مثلا البحر أو البحيرة أو المحيط أو النهر يستوعب جزء من النفايات، لكن بعد حد معين يتعرض إلى هلاك وتخريب كل الكائنات اللي فيه. فكمية النفايات التي يستطيع النهر أن يستوعبها من غير أن يلحق الضرر بالمجتمع كانت 18 وحدة. لنفترض أنه هنا نتحدث عنها، يمكن لنا أن نرمي نفايات صلبة بحجم 18,000 طن مثلا، وهنا وحدات القياس ليس يعني ليست ضرورية. لكن لو كل مصنع أراد أن يزيد كمية النفايات التي يرميها بمقدار وحدة واحدة، ما يعني بأن النهر يصبح ملوثا على النحو المبين أعلى، يعني كما ذكرت في الصف. لاحظوا على الجدول، هل المصنع رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 1، أو المصنع الأول، المصنع الثاني، المصنع الثالث، المصنع الرابع. الآن يعني كمية النفايات، نفترض أنه كل واحد من هذه المصانع يرمي 4 وحدات من النفايات الصلبة الملوثة، فأربع وحدات، 4 × 4 = 16. فالملكية المشتركة الآن بتقول أنه النهر يستطيع أن يستوعب لحد أقصى 18. بما أنه كمية النفايات التي رماها كل مصنع كانت 4، فأربعة في 4 = 16، وبالتالي في الآن ما زال محافظ على قدرته على أن يزود الطبيعة والناس والبشر بما يحتاجونه، يعني هذا النهر. أما كمية النفايات الآن نفترضها أنها ارتفعت بمقدار وحدة واحدة كما ذكرت قبل قليل، فبدلا ما كانت 4 عند كل مصنع أصبحت 5 عند كل مصنع. لاحظوا الآن الملكية المشتركة تصبح الآن في عندي مأساة الملكية المشتركة، القدرة الطبيعية على النهر تكون 18، نطرح منها 20 ويساوي عندي -2. انتقلنا الآن من موجب 2 إلى -2، وبالتالي الآن قدرة تحمل الملكية المشتركة 18. لاحظوا لي مصنع أول برمي، المصنع الثاني يرمي كل نفاياته الصلبة، المصنع الثالث يرمي، والمصنع الرابع يرمي، والنتيجة النهائية بتكون طبعا تكون مكسب وحدة واحدة كل مصنع وخسارة وحدة واحدة كل مصنع، بمعنى آخر المحصلة صفر. لنفترض أنه الآن زادت إلى 6، فكل المجتمع الآن بده يدفع الثمن باهظ. وأنا الآن الحلول التي اقترحها علماء اقتصاديات موارد البيئة، تركزت معظم الحلول التي اقترحها علماء الاقتصاد والموارد البيئة حول 3 محاور كانت على النحو التالي. أولا نادى هؤلاء العلماء بالتمسك بمبدأ الاستدامة sustainability في الأبعاد، أين يعني بدي أنا تدام البعد السكاني المجتمعي والاقتصادي والبيئوي الإيكولوجي. طبعا هنا أريد يعني لا يمكن الناس تعيش بدون بعضها البعض، لكن أريد أن أقلل من حجم أو من نمو السكان، يبقى ما يعني هكذا على الأقل أراها. قد لا أؤيد أنا شخصيا مقدم هذا البرنامج عبد الرزاق بن هاني، قد لا أؤيد هذه الفكرة، لكن على الأقل هكذا رآها علماء الاقتصاد وموارد البيئة، بأنه لابد من أن نحافظ على حجم سكان معقول قابل للإدارة، بحيث أنه لا يزيد استهلاكه عن المعقول حتى لا نخرب ولا ندمر البيئة والعالم. والسستينابيليتي الاقتصادية، ما يسمى بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والإيكولوجية. ثانيا لا يمكن تخفيض نمو السكان بوسائل تطوعية voluntary means، إذ لابد من وضع سياسات عالمية ملزمة، هكذا ادعى هؤلاء الاقتصاديون. ثالثا منح تراخيص permits ملزمة ليه؟ طبعا لمين هلأ للمصانع كذا ملزم بكمية انبعاث الكربوني carbon emission والصيد في البحار والبراعي المفتوحة ولو على المستوى العالمي. بمعنى آخر ينبغي أنه كل دولة تأخذ فقط مجموعة من التراخيص، إذا تجاوزتها يجب أن يعني الآن يكون في فعل عالمي
يقف كل ذلك. المقطع القادم بإذن الله، شكرا لكم طبعا على حسن متابعتكم، سيكون المقطع القادم بإذن الله تعالى حول نظريات السكان الجزء الأخير تحت عنوان نظرية الضغط الخلاق Creative Pressure Theory، لنستكمل النظريات الأساسية في السكان. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة، والتعليق أرجوكم، علقوا على المحتوى من أجل الاستمرار بتحسين تقديم المعرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى قريباً.